بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. التوت البري، التوت الأسود البري أو توت العليق، يساعد على مكافحة علامات تقدم العمر والشيخوخة ومكافحة التجاعيد، ولذلك يعتبر ماسك التوت مع العنب من أكثر الوسائل الفعالة للوقاية ومحاربة تجاعيد البشرة والخطوط الرفيعة والعميقة، وذلك للحمض الموجود في هذه الفاكهة، يعمل بمثابة مقشر طبيعي للبشرة، والفيتامين A وC يعملان على إنتاج الكولاجين بالبشرة، حيث يحافظ التوت البري أو التوت الأسود على ترطيب بشرتك بشكل كامل ورائع جداً. هذا الماسك التوت مع العنب يقاومون التجاعيد وعلامات تقدم السن. سبق وعملت وصفات بالعنب، لا داعي لتكرار فوائد العنب، ولكن التوت مع العنب مضاد للأكسدة، يعمل على تفتيح لون البشرة لأنه يحتوي على الفيتامين سي والبي 3 وبي 5، ويساعد على بناء الكولاجين بالبشرة، كما أنه يزيد من مستوى الرطوبة في الجلد. التوت في هذه الوصفة رائع جدا لصاحبات البشرة الدهنية، وكذلك هو مناسب لجميع أنواع البشرة، وهو فعال جدا يعالج حب الشباب لأنه مضاد للالتهابات ومطهر ومضاد للميكروبات وللبكتيريا للخواص الموجودة به. نأخذ حبة توت واحدة فقط مع حبة عنب، نقوم بهرسها بالشوكة بهذا الشكل، حتى الحصول على عصير مكون من التوت والعنب. يمكن استخدام اليدين كذلك لتسهيل المهمة، أو لعمل كمية كبيرة والاحتفاظ بها في الفريزر لموسم العنب والتوت. نضع كمية أو ما يعادل نفس الكمية بالتساوي من التوت الأسود والعنب، يضرب في الخلاط وبعدها يصفى ويوضع في مكعبات الثلج، وبعدها نقوم باستخدامه طول السنة. هذا هو العصير المتحصل عليه. نأخذ القطن، وعلى بشرة نظيفة نقوم بتوزيع هذا العصير من الرقبة إلى بشرة الوجه بالكامل حتى تحت العينين، لأن التوت هنا في هذه الوصفة كذلك يعمل على إزالة الهالات مع إزالة الخطوط والتجاعيد الموجودة حول العينين وكذلك حول الأنف وكل منطقة بالوجه. نترك هذا الماسك لمدة 30 دقيقة، بعد مرور 30 دقيقة يشطف بواسطة ماء فاتر ثم ماء بارد، وبعدها نأخذ قطن مثل هذا ونغمسه في ماء ورد بارد ونمرره على البشرة. الترطيب حسب الرغبة، إذا كانت البشرة جافة جدا يجب أن نقوم بترطيب البشرة بعد كل ماسك. هذه الوصفة تستخدم مرتين فقط في الأسبوع، يكرر استخدامها، والنتائج من أول أسبوعين ستظهر إذا كانت التجاعيد عميقة. الوصفة صالحة الاستخدام للحوامل للمرضعات، وكذلك لما لا للرجال يمكنهم استخدام هذه الوصفة. قلت يمكن عمل كمية كبيرة من هذا العصير بالخلاط وتصفيته ووضعه بمكعبات الثلج والاحتفاظ به في المجمد. بالأخير لا تنسوا الاشتراك بالقناة ومشاركة هذا الفيديو حتى تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.